بتعملوا ايه؟ بنقفش في الفراخ. صاحبتي خانتني وعقدتني من الرجال. حكت الفنانة فريدة سيف النصر عن كواليس جوازها والخيانة اللي تعرضت لها من أعز صاحبتها في لقاء ليها مع الإعلامي عمرو الليسي ببرنامج واحد من الناس، وقالت إنها اتجوزت مرة واحدة بس من ضابط المباحث أسامة الشافعي اللي قابلته في اسم الأزبكية، بعد ما اتخانقت مع واحد من الجمهور في واحدة من مسرحياتها اللي كانت بتعرضها في مسرح الجلاء، وقالت إن إحنا كنا بنحب بعض جدا بس إحنا الاتنين كنا عصبيين وده اللي خلانا نتطلق مرتين، لكن المرة الثالثة كانت بسبب خيانته ليا واكتشافي ان متجوز اعز صاحباتي اللي غدرت بيا ولعبت على جوزي واتجوزته وانا اللي كنت مديها الامان وبسيبها في بيتي لاني كنت اجمل منها بكتير وهي ما كانتش حلوة، وعمري ما خطر في بالي ان ده اساسا ممكن يحصل، وعلشان كده اتطلقنا وما قدرتش اسامحه، واللي عمله ده جاب لي عقدة من الرجالة كلها، ودي اخرة اللي يفتح بيته لاي حد. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن حياة النجوم تابعونا على نجوم الفن.